حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من مساء الخير نطل عليكم من خلالها في أول أيام السنة الهجرية الجديدة، وبهذه المناسبة نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الوفي وكل مقيم فيها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، ومن عواده جميعا يا رب. ومساء الخير يا أسماء، وكل عام وانت بخير. وانت بخير عصام. طبعا مساء الخير على كل مشاهدينا، وأكيد نمسي عليكم ونبارك لكم بدخول السنة الجديدة، وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع يا رب. واليوم حلقتنا بناصر يعني يجتمع فيها اللوز والتسويق. شلونك ويا اللوز؟ إيه أنا اللوز أنا أدمان يعني. في أنواع كثيرة. إيه وفي نقفي يعني لوز يوم صغيرة؟ لا صراحة. أنا نقفته يا. البنات ما كانوا ينقفون عموماً، إحنا كنا ننقف يعني، بس ترى في علاقة. يعني اليوم إحنا نشوف اليوم ما شاء الله يعني وبدعم من الدولة مشاريع الشباب الزراعية واهتمامهم باللوز والكنار. صحيح. من خلال مواقع السوشيال ميديا وشفنا أشكال جميلة وجاذبة للتسويق، وبالتالي في علاقة اللوز اليوم إذا إحنا كنا نتكلم ايضا ك يعني كنبته كشجره نحبها احنا ونحب ثمارها، بالتالي هي تحتاج الى تسويق. نعم، ومميزه في البحرين يعني اخواننا من دول الخليج. نعم. اكيد يعني يتعنون بالذات عشان اللوز البحريني. اللوز البحريني مميز. تذكرين كلمه هشام زياني؟ نعم. في لقاء في السيزون الثاني، كان السيزون الاول. السيزون الاول كان ما شاء الله ذكرتك يعني حاضر لا اله الله، كان يقول ان اللوز البحريني لوز مميز وبشهاده طبعا أشقائنا في دول الخليج. نعم. العربي. فبالتالي هناك إذن علاقة بين التسويق واللوز، لذلك احنا جمعناهم في حلقة واحدة. عموما مشاهدينا، افتتح الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية في وزارة شؤون البلديات والزراعة النسخة الثانية من مهرجان اللوز، وذلك في حديقة البديع النباتية. الزميل يوسف أحمد خذنا في جولة في المهرجان، خلونا نتابع. يلوز يلوز محلاك اللوز، بتواجهني اليوم في النسخة الثانية من مهرجان اللوز في سوق المزارعين. هذا المهرجان اللي يضم 13 مزارع وثلاث أسر منتجة وخمس مشاتل. تابعوا معنا هذا التقرير. طبعا اليوم احنا في افتتاح النسخة الثانية من مهرجان اللوز البحريني، حرصنا في هذه النسخة أن نتفادى السلبيات اللي كانت في النسخة الأولى في من خلال توسعة الأماكن وفتح المساحة أكبر إلى المزارعين للمشاركين. وصلنا اليوم إلى 18 مزارع في هذه النسخة، وأيضاً إن هناك الصناعة التحويلية أيضاً لثمرة اللوز البحريني. حرصنا أيضاً أن نترك مساحة أيضاً للمنتج الشتلات الزراعية، شتلات اللوز البحريني، في منها من يكون هناك مجاني بيقدم، ومن هناك ايضا من يباع، وايضا هناك البذور المخصصه كيفيه زراعه البذور اللوز البحريني. فهي اليوم فرصه ونافذه لتسويق المنتج البحريني متمثله بالموسم اللي اليوم بالنسبه لللوز البحريني. العام شاركنا معاهم، والسنة بعد إن شاء الله نشارك. العام حصل يعني المهرجان وايد نجاح، يعني حتى مجلس التعاون يوم شاركوني يوني، والسنة إن شاء الله بعد يكون نفس العام. طبعا وجودنا اليوم ما هو برهان إلا على أهمية القطاع الزراعي لمملكة البحرين. طبعا هاي المبادرة اللي اليوم موجودة مع وزارة البلديات هي مبادرة جميلة. طبعا هي مو السنه الاولى، طبعا هي يمكن السنه الثانيه والثالثه اللي احنا بدينا فيها. لها انعكاس جيد على الجميع، لها انعكاس جيد على المزارعين، لها انعكاس جيد على الشتلات، ولها انعكاس على تسويق المنتجات البحرينيه اليوم برا البحرين. مثل ما نعرف اللوز فاكهه مرغوبه،
مو بس في البحرين، فاكهة مرغوبة في الخليج. أنا العام كنت موجودة، شفت الإقبال على المكان، وايد سعدت بوجود جنسيات مختلفة من دول الخليج موجودين قبل حتى نفتتح المعرض أو المهرجان. وأنا على ثقة أن هاي المهرجان راح يكون إن شاء الله متواجد السنة والسنوات الجاية. وإحنا كبنك البحرين التنمية دائماً داعمين حق هاي النوع من البرامج، لأنه هو يمس الأمن الغذائي لمملكتنا. مهرجان اللوز البحريني كان وسيبقى لوز رمز عند المزارع البحريني. اليوم انطلق النسخة الثانية من مهرجان اللوز البحريني وبيتم إلى يوم الأحد بإذن الله. نتريى شوفتكم ونتريى زيارتكم إلى هذا المهرجان اللي يضم العديد من المزارعين والمشاتل. رجعنا لكم من جديد والحديث أكثر حول مهرجان اللوز في النسخة الثانية. يسعدنا أن ينضم معنا اليوم المهندس عباس عبد الله عرفات، مدير إدارة تنمية القطاع النباتي بوزارة شؤون البلديات والزراعة. أهلا ومرحبا فيكم، مساك الله بالخير. الله يمسيك حياك بالخير. الله حياك الله يا أخوي. الله يحييك. يعني بداية هذه النسخة الثانية نتكلم الحين عن مهرجان اللوز، وما شاء الله يعني في إقبال كبير. كلمنا عن نسخة هذا العام. انطلقت النسخة الثانية لهذا الموسم تاريخ 5 يوليو إلى 7 يوليو. الموسم الثاني تميز بمشاركة كثيفة من المزارعين. عندنا 13 مزارع مختص بإنتاج ثمار اللوز البحريني، وبمشاركة 5 من المشاتل الخاصة المتخصصة في إنتاج شتلات اللوز البحريني، وبمشاركة 4 من الأسر المنتجة، وهذه الأسر مختصة بإنتاج التحويلات الصناعات التحويلية لثمار اللوز، المخللات، الحلاوة، المربيات، الأيس كريم. وانطلقت المهرجان بتفاعل كبير من قبل المواطنين والزوار، وخصوصا من دول المجاورة من المملكة العربية السعودية ومن دول مثل قطر والإمارات، وحقق الأهداف المرجوة منه والمرسومة إليه. نعم. الهدف الأساسي منه هو تعزيز المنتج البحريني ودعم المزارع البحريني والترويج للمنتج البحريني، والحمد لله تحقق خلال هذا المهرجان. ممتاز. جميل. طبعا احنا دائما نقول ان المنتج البحريني يعني مميز. قبل بداية الحلقة كنا نسولف انا ابو ناصر عن ان في وايد انواع للوز البحريني، فتنوعت الانواع في السوق، فنبي نتكلم عن هذا التنوع. التنوع احنا نركز على الأصناف البحرينية، لأن في السوق أصناف أخرى، لكن المنتج في هذا المهرجان أطلقنا عليه وروجنا على أساسه هو اللوز البحريني. نعم. فاللوز البحريني وجد صنفان موجودين كموروث تاريخي. نعم. وموروث من ضمن النباتات الأصول الوراثية لمملكة البحرين. هناك صنفان، صنف يسمونه معروف يسمونه الحبان، وهذا الصنف مبكر ولونه اصفر، له طعم مميز يختلف عن طعم اللوز في دول المنطقه. حلو. واللوز الثاني يسمونه الاسكندراني، وهو اللون الاحمر. طبعا هذه من الصنفين الرائجين وينتجون بغزاره، والمقبول والمرغوب فيهم في مملكه البحرين. نعم. واحنا ركزنا على هذا الصنفين، حطينا لهم كعلامه تجاريه، فهم اليوم يعتبرون من الاصول البحرينية، نباتات البحرينية. طبعا جميل. سوف نقوم احنا عندنا مبادرة بتسجيل هذه الأصول بقائمة الأصول النباتية الوراثية لمملكة البحرين. نعم. جميل. انت ذكرت من ضمن الأهداف ايضا هو يعني تحويل هذا المهرجان الى عنصر جذب، ان يكون هو عنصر جذب السائح يعني من الدول المجاورة، وايضا لدعم وتعزيز المنتج البحريني المحلي النباتي. ايضا هو مناسبه لتبادل الخبرات بين المزارعين المحليين. شلون شفت هذا الجانب؟ صحيح. المهرجان اصبح منصه للحوار، لانه يضم المزارع البحريني بخبرته وموجود معه كاستشاريين مختصين مهندسين زراعيين في الوزاره، مع المختصين في هذا المجال، مع مزارعين من دول الجوار. نعم. أصبح منصة للحوار والمناقشات، وتوصلوا إلى مناقشات لأسهل وأفضل الممارسات
لإنتاج الثمار اللوز والتحديات اللي تواجههم والتقنيات اللي يستخدمونها، فأصبح منصة للحوار، وهذا الهدف منا تبادل الخبرات مع المختصين محليا لدينا، مع مستثمرين ومع المزارعين، بالإضافة إلى الدول الإقليمية اللي حوالينا، فهي تعتبر هذه هي المنصة لتبادل الخبرات، وهذا هو هدف من المهرجان. جميل، يعني المهرجان ما كان بس يضم اللوز، كان يضم أيضا تقنيات زراعية جديدة عشان يعني تعرض أو تحسن إنتاجية وجودة اللوز اليوم. فخلنا نتكلم عن أبرز التقنيات الزراعية اللي تم عرضها من خلال السوق. طبعا الوزارة تقوم بتقديم استشارات فنية للمزارعين، فأصبح في هذه المنصة قدمنا استشارات إلى أهمية استخدام طرق الري الذكي واستخدام الطرق الحديثة للري، سواء إلى الأشجار المثمرة، واستخدام وطرق مكافحة الآفات والحشرات الزراعية. كذلك استخدمنا طرق تعبئة وفرز المنتج، وهذا كله يؤدي إلى تحسين جودة المنتج، وهذا هو الهدف من المنصة. إلى أي مدى يمكن أن يساهم هذا المهرجان في يعني في دعم المنتج النباتي المحلي، بحيث أن هناك يكون في تصدير أيضا للدول المجاورة أو حتى على المستوى الدولي؟ طبعا المهرجان هو تفاعلي، فالمهرجان يساهم في جذب المستثمرين المحليين والمستثمرين الخليجيين، وهذا ممكن يصدر إلى الدول المجاورة. كذلك أن المهرجان يقوم بدعم ومشاركة في فعاليات مختلفة، سواء كان معارض إقليمية أو معارض دولية. اليوم المنتج البحريني بإمكانه المشاركة، والمزارع البحريني بخبرته بالمنتج وجودة المنتج بإمكانه المشاركة في فعاليات إقليمية ودولية. كذلك ممكن من خلال هذه المنصة أو من خلال المهرجان إطلاق علامة تجارية للمنتج البحريني. اليوم ثمرة اللوز هي ثمرة تعتبر منتج وطني، وممكن إنتاجه وممكن إطلاق عليه علامة تجارية للمنتج البحريني، وهذا هو الهدف الرئيسي اللي احنا نسعى له. في توجه يعني. في توجه. جميل. يعني ذكرت في أغلب إجاباتك أن هناك دعم للمزارعين البحرينيين طبعا لتحسين الظروف الزراعية في المنطقة، فخلنا نتكلم عن المبادرات والبرامج اللي أطلقتها الوزارة من خلال هذا المهرجان لدعم المزارعين البحرينيين. الوزارة أطلقت مبادرات لدعم المزارع البحريني، من ضمن هذه المبادرات تقديم الدعم الفني والتقني والتدريب بإقامة الورش للمزارعين، كذلك تقديم الدعم لشراء المواد الزراعية بأسعار مخفضة تصل إلى 60%، ومن الدعم ترويج والتسويق إلى المنتج البحريني مثل ما عندنا في سوق المزارعين، بالتنسيق والتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. فالجميع يتكاتف مع المزارع البحريني ودعمه لهذا الهدف. نعم جميل. لو تكلمنا أيضا عن يعني الفعاليات المصاحبة للمهرجان، بالتأكيد هناك فعاليات مصاحبة، كلمنا عن طبيعتها. في فعاليات مصاحبة جميلة جدا. من الفعاليات هناك أنشطة تفاعلية إلى الأطفال، كانت تتخصص بالرسم والتلوين لأشجار اللوز، وتعريف بأجزاء شجرة اللوز والثمار وأنواعها إلى الأطفال. وكذلك فيه صناعة تحويلية مثل أيس كريم على اللوز وعصير اللوز، فهذا كله كانت فيها أعمال مصاحبة للمهرجان. جميل، يعني الخبر الحلو أيضا أنه راح يتم زرع 1000 شتلة روز على يعني لوز في مختلف محافظات البحرين، فخلنا نتكلم بالتفصيل عن هذه النقطة. ضمن الشراكة المجتمعية من أصحاب المشاتل تم تخصيص 1000 شجرة لوز. هذه الأشجار خصصت لزراعتها في الحدائق والمنتزهات. طبعا سيكون الزراعة ضمن الاستراتيجية الوطنية لخطة التشجير للوزارة، سيتم في سبتمبر إن شاء الله توزيعها على المنتزهات وزراعتها. كذلك في نفس المهرجان تم توزيع بذور من اللوز،
وعليها تعليمات عن كيفية طرق زراعتها للزوار والمواطنين، وهذا مما يساهم في زيادة الرقعة الخضراء ويساهم في أعمال التشجير. جميل جميل. يعني احنا تكلمنا من خلال هذا اللقاء عن أهداف المهرجان المتمثل أهمها في دعم وتعزيز المنتج النباتي المحلي وبالتالي المزارع البحريني أكيد، وأيضا هو فرصة لتبادل الخبرات بين المزارعين المحليين وأيضا من دول الجوار الشقيقة. إن شاء الله يكون في لقاء مستقبلي نتكلم فيه إن شاء الله عن مراحل متقدمة من تصدير هذا المنتج المهم الوطني مثل ما تفضلت أستاذ عبد الله، أستاذ عباس عبد الله عرفات، وما قصرت كفيت وفيت الله يسلمك. إذا نحن مشاهدينا باسمكم نشكر المهندس عبد الله عرفات مدير إدارة تنمية الغطاء النباتي بوزارة شؤون البلديات والزراعة، كل الشكر له. كل الشكر لك، حياك الله. مشاهدينا فاصل وبنرجع نواصل. مشاهدينا مفهوم التسويق مفهوم واسع وعميق ومهم في بيئة أي عمل. التسويق هو سبب من أسباب نجاح أي مشروع، وهو سبب مهم في إيصال حتى الرسائل المؤثرة إيجابا في المجتمع. حتى الرسائل المعنوية تحتاج إلى تسويق يا أسماء. من خلال هذه الفقرة مشاهدينا بنتناول جانب معين من الجوانب العديدة للتسويق. صحيح، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستديو أخصائي التسويق الأستاذة دانا الجازي والأستاذ إبراهيم سالمين. حياكم الله. حياكم الله. الله يحييكم، شرف لنا ومشكورين على الاستضافة. حياكم الله. أنتم اللي مشكورين على جهودكم، على تميزكم وعلى وجودكم اليوم هنا، وأنتم تستاهلون أن تكونوا موجودين معنا اليوم. تستاهل الطيب. أنتم من الشباب المبدع، وإحنا دائما نقول إحنا نقدم النماذج المشرفة من خلال مساء الخير، النماذج الشابة وغيرها أيضا أكيد من الفئات الأخرى. دانا، بالتأكيد مفهوم التسويق يعني قبل السوشيال ميديا اختلف عنه بعد السوشيال ميديا، كلمنا عن هالجانب. شيء أكيد، أول شيء التسويق هنقول هو بحر. التسويق يعني ما نقدر إحنا نحده في معنى واحد أو شيء، ونحصره في جانب معين. بالضبط. التسويق هو يعتبر هي يعني إذا ببسطها أنا بشكل مبسط حق المتابع، إنه هي نقطتين. نقطة إنه هني خلينا نقول المشروع اللي هو عند المنتج أو الخدمات شلون يوصلها حق النقطة الثانية واللي هي الجمهور المستهدف اللي هو جمهوره. نعم. اللي راح يشتري من عنده، ومن خلالها في الوسط هي قنوات التسويق، طرق التسويق، الخطط التسويقية. نعم. هو هاي بكل بساطة. خلينا نقول الحين اللي تغير عن قبل، اللي قبل مثلا كانوا للحين يعتمدون على الاعلانات في التلفزيون مثلا، الاعلانات اللي في الشوارع اللي نشوفها، صح ان هي للحين موجوده وتناسب خلينا نقول شركات معينه في التسويق، ما نقول عنها قديمه، بس السوشيال ميديا حاليا من ما يملك تلفون. صحيح. نعم، يعني قبل الإعلانات اللي في الشوارع كانت إعلانات ورقية وثابتة جامدة. صح. اليوم في صورة رقمية، في ديجيتال، فيها إبهار وفيها، وصار التركيز على الفيديو أكثر من قبل بوايد. يعني أحيان إحنا إذا كشخص وطبعنا كشخص نشوف إنه لما أمسك التلفون أشوف الفيديو، أشوف الخلاصة وأروح أصعب الفيديو اللي عقبه. التسويق الحين عقب السوشيال ميديا صار أصعب من قبل بوايد. صح. أكيد. نعم. إبراهيم، إذا بنتكلم عن طرق التسويق الحديثة فأكيد يعني هناك عناصر مهمة لإكمال هذه العملية بشكل ناجح وصحيح، اللي هو شغلكم كأخصائيين تسويق وأيضا كالمعلن نفسه. كلمنا عن هذه الآلية اللي تدور بينكم. إذا بنتكلم عن طرق التسويق، طبعا طرق وايد شاسعة وكبيرة. نعم. طبعا حاليا أفضلهم وأحسنهم اللي هو التسويق بالمحتوى. نعم. طبعا يمكن احنا من خلال اطلاعنا على التسويق ابتكرنا احنا معادله يسمونها معادله التسويق الفعال، اللي تتكون من كفتين. الكفه الاولى المحتوى، المقصود نعم. في المحتوى اللي نتعرضنا من فيديوهات وبوستات على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. والكفه الثانيه اللي هي الانتشار، الانتشار المقصود فيه 50 قناة اللي بتنشر لي المحتوى اللي انا انشاته. نعم. طبعا افضلهم واحسنهم السبونسر اد، الاعلانات التلفزيونيه ولا
لا القنوات النشر قنوات النشر اللي مثل ما تفضلت قبل شوي دانا نبي النقطة والنقطة الثانية صحيح. فقناة النشر ما بين المشروع والجمهور المستهدف اللي هي أقصد فيها قناة النشر اللي أفضلهم وأحسنهم لسبونسر أد الإعلانات المدفوعة اللي نتعرض لها دائما في السوشيال ميديا. نعم هذه أفضل طريقة. إن شاء الله إحنا متواصلين معاكم لكن عندنا فاصل صغير نستأذنكم مشاهدينا فاصل وراجعين. ورجعنا لكم مشاهدينا مع ضيوفنا الاعزاء في الاستوديو الاستاذه دانا الجازي والاستاذ ابراهيم سالمين اخصائي تسويق حياكم الله. وبرجع لك انا دانا لو بنتكلم الان عن اهم وابرز القنوات المتاحه امام رواد الاعمال ورجال الاعمال بشكل عام لتسويق منتجاتهم او مشاريعهم. حاليا اكثر القنوات اللي نركز عليها عندنا ثلاث قنوات، هم طبعا 50 قناه تسويقيه فما نبي ندوشكم فيها، بس اهم القنوات هم ثلاث: التسويق عبر المشاهير البلوجر احنا نسميهم، عندنا التسويق بالمحتوى ان احنا نحط كونتنت في الحسابات عن منتجاتنا وخدماتنا، وعندنا التسويق بالاعلانات المدفوعه على منصات التواصل الاجتماعي سواء سناب شات انستغرام الى اخره. نعم. فهاي الثلاث كل ما هم ركزوا عليهم كل ما ان شاء الله هم قدروا ان يوصلون او خلينا نقول ما يتمون في نفس الليفل، يعني يقدرون ان هم يكبرون مشروعهم، يقدرون ان هم يتجددون. خلينا نقول احنا كل يوم قاعد يظهر بزنس جديد. نعم. فهاي الشيء يخليهم في منافسة شديدة ان هم الناس ما تنساهم. نعم. ما تنسى مشروعهم. نعم. يعني كم كوفي شوب الحين عندنا، كم مطعم عندنا، فهو يحتاج ان هو ينافس على قنوات التسويق بكثرة ومستمرة ما ينقطع. جميل. ونقطة مهمة أيضا أن أكيد مواكبة الطرق الحديثة مثل ما ذكرتوا، يعني إبراهيم شنو القواعد المعينة اللي ما إذا ما اتبعها المعلن ممكن أن هي تضر بمشروعه وما يحصل النتيجة اللي هو كان حاب أنه هو يوصل لها؟ تمام. المعلن المقصود فيه هو صاحب المشروع. نعم. طبعا صاحب المشروع علشان يسوق بالشكل الصحيح والمناسب ضروري يركز على شنو الحل اللي قدمه منتجه أو خدمته. نعم. أو على الأقل شنو القيمة الأعلى من المنافسين اللي حواليه موجودين في السوق. فكثر ما ركز عليها سهل علينا يسوي له محتوى ويعلنه حق الجمهور المستهدف. لأن في النهاية الجمهور المستهدف احنا نتكلم عن الناس يهمه يبي يعرف شنو أنا بيحلي منتجك أو خدمتك اللي راح تعلنها لي. فكثر ما هو ركز في التسويق أنه يعرض الحلول حق الجمهور فبالتالي يسهل عليه أنه يسوق له بشكل بسيط وسهل. احنا ذكرنا في المقدمة أنه هو مفهوم واسع، التسويق مفهوم التسويق واسع وعميق، وهذه بين الآن من خلال حديثنا وياكم، وكل ما احنا تكلمنا أكثر بنروح حق عمق أكبر بالنسبة للتسويق. فبالتالي دانا مهم اليوم أن رائد العمل أو رجل الأعمال يكون مستوعب ذي المعنى العميق. صح. عارف بمعنى أنه يكون مثقف بهذا المصطلح وما ينطوي عليه من عمق كبير. صحيح؟ صحيح. تعلقين وإذا كان في مثل يعني طرحينه بعد يجرب صورة أكثر حق المشاهد. ببتديها بالمثل عشان أختصر، خلينا نقول ما ندش إحنا في العميق باختصاصنا والناس يمكن ما تفهم المصطلحات. إذا أنا بختصرها الحين عندنا إحنا علبة وداخلها ذهب، شلون الناس بتدري ان هاي العلبه داخلها ذهب اذا انا ما خبرتهم عنه؟ نعم. وهاي هو التسويق، انا لازم اخبر الناس ان انا عندي هاي الذهب علشان الناس يجون يشترون هاي الذهب. بس اذا قلت لهم انا والله هاي علبه فيها ذهب الان في الوقت الحالي ما حد يلتفت لي. ايه صح؟ يعني لازم يكون في اسلوب مبتكر. اكيد. احنا نقول الابداع يعني حاليا نحتاجه اكثر من قبل. صحيح. يعني قبل يمكن اعلان بسيط كان انه هو يفي بالغرض. صحيح. الحين انت كل ما تفننت في اعلاناتك، كل ما تفننت بالطريقه اللي انت توصل فيها حق الجمهور. نعم. كل ما يعني صار خلينا نقول اسمك يظهر اكثر. ثقافه عميقه واحنا لازم نستوعبها اليوم، لازم نتعامل معها. اكيد. هي بس انه والله مثل ما تفضلت الان هو المثل فعلا هو يفي مكانه، لكن اليوم كمعنى المثل ما عاد يصلح اليوم في زمن السوشيال ميديا والفضاء المفتوح والإبداع اللي قاعد نشوفه.
يعني خصوصا في توظيف التكنولوجيا، ان والله انا هذه العلبه فيها ذهب ما لا لازم انا ابتكر اسلوب معين يعني. ولذلك هم يقدمون دائما نصائح يعني للي حابين ان هم يسوقون بطرق صحيحه. فاكثر التساؤلات اكيد اللي تمر عليكم عن مبلغ التسويق، هل يدخل في التسعيره للمنتجات والخدمات اللي يقدمها المكان او الشخص ولا لا؟ طبعا بالنسبه حق تكلفه التسويق في المنتج او الخدمه طبعا هاي موضوع دقيق وحساس. نعم. يمكن تتعب عليه وايد في البدايه بس في النهايه بيحقق لك مثل ما نقول الربحيه اللي يتمناها كل صاحبها. صحيح. نعم. طبعا ضروري قبل لا انا اشرح تكلفه التسويق في المنتج او الخدمه، ضروري ان كل صاحب عمل اكيد عنده معرفه تامه بالتكلفه المباشره على المنتج او الخدمه. نعم. والتكلفه غير مباشره. نعم. قبل في التسويق التقليدي كان تكلفه التسويق تنضم من تحت اللي التكاليف الغير مباشره، بس مع التسويق الالكتروني تغيرت المعادله، صارت تكلفه التسويق في المنتج والخدمه تدخل من التكاليف المباشره. نعم. اخر دراسه انا اطلعت عليها ارتفعت النسبه الى 20%. فعلى كل منتج انت راح تبيعه 20% من التكلفه راح انت تاخذها وتحطها في التسويق. نعم. وتيم احنا مثل ما نقول في حصاله يسمونها التسويق اللي انت كل شهريا راح تروج عن منتجك او خدمتك. دانا الكل عمل اخلاقيات، وبالتاكيد التسويق لا اخلاقيات، نتكلم عنها. للامانه يعني هو كل صاحب مشروع او خلينا نقول اي تاجر يحق المسوق عشان يسوق له، في النهايه هو يبي يوصل حق نتيجه. نعم. فاذا ما كان المسوق هو نفسه عنده الامانه خلينا نقول انه يشتغل بذمه وضمير انه هو يوصله حق نتيجته، لان كل شخص فاتح مشروع في النهايه هو يبي مبيعات، يبي مدخول، ما هو بس يبي انه يسوق بالهدوء يعني. فهاي حاليا انا اشوف وايد منتشرة، كل يوم والثاني تنفتح لنا شركه يحطون مبلغ رمزي يقولون لك انه هاي تسويق، ويحطون لك مثلا 20 فيديو 20 بوست، واخر شيء المشروع ما يستفيد من ولا شيء من اللي قاعدين يسوون له، لانه هاي انخلق على شيء بدون هدف، ما في استراتيجيه واضحه او خطه يوصلها فيه. نعم. فهاي الشيء يرجع يعني عليهم بالرادي، ما يكون انه شيء زين بالنسبه لهم. وانا دائما اقول ان اذا انا كنت كمسوقه احط الشيء حق نفسي ان العميل يستفيد قبل لا انا استفيد. نعم، عشان عمليه الاستمراريه اكيد. صح. وتكون العجله قائمه بينكم وبين العميل. اذا بنتكلم يعني عن العميل او المشاريع، فاكيد تتعاملون مع يعني انواع مختلفه من العملاء او انواع مختلفه من يعني المشاريع، فخلنا نتكلم عن هذه التعامل فيما بينكم، طرق التعامل اللي تقومون فيها باختلاف العملاء والمنتجات. تمام. لما نصنف العملاء طبعا تصنيف هم ما شاء الله وايد في انواع من الشخصيات، بس لما نصنفهم الى ثلاث انواع. اول نوع العميل احنا نسميه العميل البارد، اللي سمع من بعيد عن اسم مشروعي او اسم البراند العلامه التجاريه مالتي. نعم. وهي شلون نتعامل وياه؟ احنا نكثف نظهر له بصوره اكبر، ونعرض مثل ما نقول الحلول اللي راح نقدمها له من خلال منتجنا وخدماتنا. نعم. النوع الثاني احنا نسميه النوع الدافي، اللي سمع مني وصار مهتم، سوى لي فولو على وسائل التواصل الاجتماعي، وابتدى يطالعني بين فتره وفتره. نعم. طبعا في هذه المرحله يعني ابتدي اكلمه بصيغه مباشره، ما اتكلم بصيغه الجمع، لا اتكلمه كانه هو. هاي طبعا الحل المثالي. النوع الثالث من العملاء اللي احنا نسميه الحار اللي يبتدي يتفاعل معاي، يحط الكومنت، يبتدي يتواصل معاي على الواتساب. طبعا هذه المرحله النهائيه اللي ما نقول احنا الفرصه الشراء حق ذي العملاء من الحارين تكون وايد كبيره. فهاي الثلاث تصنيفات لو صاحب المشروع حطها في باله راح يسهل علينا شلون نتعامل معه. على طاري البلوجرز، في مسوقين يعني يقول لك انا لازم احب المنتج فاسوي له ماركتنج، اذا ما حبيته لا، حتى لو كان المبلغ يعني يسوى. في ناس يقول لك لا يا اخي مو بشرط يعجبك، اللي ما يعجبك ممكن يعجب غيرك، انت ليش ما يعني فرصياتك تستثمرها وتحقق انتشار وتحقق فائده ماديه. في ناس يقول لك لا انا اتعامل يعني هو يعتبر ذي على طار الاخلاقيات، يعني يقول لك جزء من اخلاقيات العمل، يعني في النهايه انا لازم اكون حابه ومؤمن فيه.
طيب احنا هني لازم نفرق بين قد يكون ذي المنتج يعني في جودة بس أنا مو حابة ذوقي لأن اختلاف أذواق صح. اللي قاعد يصيرنا في خلط إذا أنا ما حبيته إذن هو ما في جودة أنتوا شلون تعلقون على ذي الكلام؟ للأمانة أنا من طرفي إذا جاتنا يعني مشروع نفس هاي الحالة أنا دائما أنصحهم في الأول يعني أعطيهم النصيحة مني بشكل حلو اللي هي؟ يحسنون من المنتج يعدلون منه إذا كان أو خدمتهم إيه يعني أهم شيء إن أهما يرضون إن إحنا إن خلينا نقول أنت يكون في أريحية بينكم إيه بالضبط في النهاية أول شيء بس بقول شغلة الفرق بين المسوق والبلوجر شوية غير إحنا كشركة تسويق إحنا نختلف يعني أنا بمسك المشروع وبوصل مشروعه للنتيجة اللي هو يبيها أما البلوجر مثلاً بيسوي إعلان واحد أو إعلانين على حسب المنتج اللي انعطاله أو الخدمة فهاي شيء بعد هو راجع لهم عشان هم يحافظون على المصداقية اللي بس عندهم بس أنتم إذا كان في شيء يعني هو يعني في جودة بس ما عجبني كشكل كطعم هو ذوق في النهاية ما عجبني يعني هل أعتذر مثلاً لأن ما عجبني وبالتالي ذي أعتبرها نوع من أنواع المصداقية مع المتابعين زين عشان توضح الصوره ايه؟ بشرح بشكل سريع يا ليت زين احنا في البدايه تفضلنا قلنا الجمهور مستهدف مستهدف يعني محدد يعني انا يمكن اكلم اخوي عصام واقول له جمله ولا اعرض له شيء اختي اسماء ما 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 توافق على الكلام دي صحيح. ما يعجبها ذوقها يختلف صحيح. لكن بالمقابل راح اعرض لها شيء ممكن ما ترضى فيه نعم. فهني يعتمد على مثل ما تفضلت انت على ذوق الجمهور المستهدف شنو هو يحب يمكن هو صحيح المنتج نافع بس مو شرط انه هو يعجبه عشان كذي سمى جمهور مستهدف يعني جمهور محدد له ذوق معين انا ضروري ان انا اعرض له ذي الذوق عشان يتوافق نرجع حق دراسه الجلوى ثقافه المجتمع طبيعه عمل الناس المستوى المادي المود بالضبط اكيد اي نعم جميل 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 دانا جازي وابراهيم سالمين شكرا لكم ما قصرتوا موفقين دائما وابدا يعطيكم العافيه الله يعافيكم ان شاء الله احنا مشاهدينا كذي نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم نشوفكم باكر في نفس الموعد مع السلامه في امان الله